بما أنك تحدثت عن هذا الطرف الثالث الذي يؤجج الصراع وهو تركيا، برأيك كطبعا متابع لهذا الشأن، لماذا تتدخل تركيا في هذا الصراع؟ ماذا يريد أردوغان من وراء إرساله مرتزقة سوريين إلى هذا الصراع الذي تم تأجيجه هكذا؟ مرة أخرى، كما قلت الأمر كما قلت في سؤالك الأول، الأمر يطرح على سؤال على الرئيس أذربيجان، لماذا الجانب الأذري بدأ في هذه الحرب مرة أخرى؟ وهذا سؤال أيضا للرئيس أردوغان وليس لي، ولكن يمكن أن أفسر ما سمعته. ما نسمعه رسميا من أن الجانب التركي يدعي بأنهم هناك لدعم إخوانهم الإثنيين. تركيا طبعا إذا يمكن أن يذهبوا من أناتوليا إلى وسط آسيا حتى الصين، وإذا تتدخلت تركيا في كل تلك الأماكن سيكون هناك مصاعب في كل تلك المناطق. أحيانا يزعمون بأنهم يحاربون حزب العمال الكردستاني، وطبعا هذا هراء، وبدلا من ذلك أرسلت تركيا ليس بالمئات ولكن آلاف من المرتزقة، ومعظمهم جهاديون متشددون أو إرهابيون. إذا الأمر تغير تماما بنقل هؤلاء الإرهابيين السوريين. وطبعا هذا لا يغضب فقط الأرمينيين وناغورني كاراباخ، ولكن بكل تأكيد هذا سيغضب العديد في الدول الإقليمية من ضمنهم روسيا وآسيا الوسطى. طبعا مزاعمهم هذه هم ويقولونه بأنهم ربما الأرمينيون سيقصفون البنية التحتية، والتي هي طبعا منشآت مثل أنابيب النفط من باكو إلى تبليسي إلى جيهان. ولكن ردي على ذلك هو أنه مرت 20 سنة وهذه الأنابيب موجودة، ولو أن الأرمينيين كانوا ينوون قصف تلك الأنابيب كانوا قصفوها حتى مع تفكيرهم بإقامة هذه الأنابيب. لذلك وقف هذه إنشاء هذه الأنابيب ووقفها على مدى 20 سنة، وأذربيجان استطاعت أن تجني المليارات من الدولارات، ووقف هذه المليارات كان يستعمل لبناء لشراء الأسلحة، والآن بعد جنيهم لهذه المليارات الآن بدأوا الآن في قتل الأرمينيين. إذن هذا هو طبعا التصريح الرسمي الذي جاء من تركيا عن سبب وجودهم هناك، ولكن لا شيء منها واقعي. الأسباب الحقيقية لماذا تركيا الآن تتدخل أعتقد بأنه مختلف.